هاد السيدة هذا البارح تبت الكلشي باللي هو انحس واحد اللي كاين في البطولة الوطنية. اما عاوتاني هاد السيدة هذا تبت للجميع باللي هو ثاني انحس واحد اللي كاين في البطولة الوطنية. وجوج ديال المنحوسين بجوج بهم كانوا تيلعبوا سابقا فريق الرجاء العالمي، وبسبب النحس ديالهم فريق الرجاء العالمي في الموسم اللي داز فكان قدم واحد المستوى كارثي بكل المقاييس. لكن بعض الناس اللي غادي يسولوني واحد السؤال اللي مهم وغادي يقولوا علاش هاد جوج ديال الناس كتقول عليهم منحوسين، غادي نجاوبكم بانحس واحد اللي هو زكي الهبطي. هاد السيد هذا بعد ما كان في العام اللي داز كيلعب الفريق الرجاء العالمي، فهو سيدي وصل رفقة فريق الرجاء العالمي النهائي ديال كاس العرب، وهنايا كان فريق الرجاء العالمي خسر هذا الفينال. بالمقابل العام اللي داز فريق الجيش الملكي كان تيقدم واحد المستوى الاستثنائي واستطاع كما عارفين باش يتوج باللقب ديال البطولة الوطنية. السيد هذا المنحوس هذا بعد ما كان تيلعب الفريق الرجاء، فهو سيدي غادي يقول غادي يخرج من فريق الرجاء وغادي ينتقل فريق الجيش الملكي، وقال سيدي باللي غادي يمشي الجيش الملكي باش يتوج بالالقاب. وسيد عاوتاني بعد ما تعاقد مع فريق الجيش الملكي فهو بدا كيعاير فريق الرجاء وبدا كيقول عليهم غير السلبيات، ولكن اللي ما عرفاش الاداره ديال فريق الجيش الملكي فهم غادي يشريو المنحوس شخصيا من فريق الرجاء، وهادشي اللي غادي يوقع بالتحديد في هذا الموسم هذا. فتصوروا معايا هاد السيد هذا وبهاد النحس اللي فيه خلى فريق الجيش الملكي يخسر اللقب ديال البطوله الوطنيه في الجوله ما قبل الاخيره، بعد ما هاد المنحوس هذا في هاد الموسم هذا نوض واحد الصداع اللي كبير بين الرجاء وفريق الجيش الملكي. في الاخر هاد النحس ديالو غادي يدي الفريق الجيش الملكي وغادي يخلي الرجاء يتوج باللقب ديال البطوله. اسيدي بعد ما فريق الرجاء العالمي يتوج باللقب ديال البطوله قلنا ماشي مشكل ويمكن هاد السيد هذا ما يكونش منحوس، ولكن النحس ديالو غادي يبان ديريكت في النهائي ديال كاس العرب. فبعد ما هاد المنحوس العام اللي داز خسر مع فريق الرجاء في النهائي ديال كاس العرب، حاليا سيدي هو كيلعب الفريق اخر اللي هو فريق الجيش الملكي. فبعد ما كانوا الفريقين متعادلين في النهائي اسيدي المدرب ديال الجيش الملكي غادي يدخلوا في الشوط الثاني، وهادشي اللي غادي يخلي هاد السيد هذا يضربنا بالنحس ديالو وغادي يخلي فريق الرجاء العالمي يسجل الهدف الثاني ويخلي فريق الرجاء العالمي يتوج باللقب ديال كاس العرب. وبعد ما تسالى هاد الفينال ديال كاس العرب كلشي امن بلي هاد السيد هذا هو اللي نقل النحس لفريق الجيش الملكي. نمشيو دابا للمنحوس الثاني اللي هو جمال حركات. هاد السيد هذا سيدي بعد ما كان العام اللي داز كيلعب فريق الرجاء وبعد ما دوز واحد الموسم اللي كارثي والدفاع ديال الفريق كان ميت، وسيد عاوتاني وبعد ما حتى رفقة فريق الرجاء العالمي المركز الخامس، اسيدي هاد السيد هذا اللي غادي يوصلوا الانتقالات الصيفيه حتى هو غادي يدير نفس السيناريو ديال زكريا الهبطي، وغادي ينوض يتهجم للاداره ديال فريق الرجاء وغادي ينتقل فريق وداد الامه. وبعد ما انتقل هذا المنحوس هذا عاوتاني لفريق الوداد قال سيدي انا يا حيت من الرجاء غادي نمشي باش ندير الالقاب، ولكن اللي ما عرفاش الاداره ديال فريق وداد الامه بلي حتى هما غادي يتعاقدوا مع المنحوس شخصيا. فبعد ما بدا الفريق وداد الامه الموسم رفقه هذا المنحوس هذا هو غادي يخرج من النهائي ديال السوبر ليغ الافريقي، ثاني حاجه غادي تقسم دوري ابطال افريقيا في واحد المجموعه اللي سهله بزاف، ثالث حاجه غادي يحتل نفس المركز اللي احتلو فريق الرجاء العالمي في الموسم اللي داز. وسيد عاوتاني اكثر من هادشي فالنحس ديال هاد السيد هذا ما غاديش يتسالى، لان فريق وداد الامه عنده نفس النقاط ديال فريق اتحاد ورقة، ولكن فضل النحس ديال هاد السيد ففريق وداد الامه غادي يحتل المركز الخامس ومش الرابع. المهم استنوا الفيديو بالكومنتات وعطوني الراي ديالكم في جوج ديال المنحوسين. يلا في تيلي كان معكم حفيظ وتهلا.